علاقتي بالرابطة الحقيقة تجي من اعتباري أنا أمين عام اتحاد محامين العرب، فأنا نائب الرئيس الرابطة، وبالتالي اتحاد محامين العرب أنا انتخبت ب7/7/2011، لكن الاتحاد على تواصل كامل مع الرابطة وجميع النشاطات الرابطة يقوم الاتحاد في يعني المشاركة بكل الفعاليات لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين. أما لجهة يعني دعوة المحامين العرب إلى المؤتمر الذي سيعقد في بلجيكا خلال السنة القادمة بالنصف الأول من السنة القادمة، لا شك أن المواضيع المطروحة مهمة جدا جدا، ويعني آمل وأننا سنعمل بالاتصال بكل المحامين العرب للمشاركة وحضور هذا الاجتماع وهذا المؤتمر، باعتبار أن المواضيع المطروحة به مواضيع مهمة جدا لها علاقة بسيادة حكم القانون، لها علاقة بالعدالة، لها علاقة بالمقاومة، لها علاقة بفلسطين، لها علاقة بحقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر، وكذلك بعض الأمور المهنية التي تهم كل محامي عربي أو غير عربي. لذلك نأمل أن يعني أن يكون هناك أوسع مشاركة في هذا المؤتمر لما يعود من فائدة كبيرة ومهمة، باعتبار أن المؤتمرات هي موقع اتصال مع جميع المحامين، ولا شك أن المحامون العرب يحملون قضيتهم المركزية التي هي قضية فلسطين وقضايا مهنية متعددة. لذلك فإن هذا المؤتمر مناسبة لعرض كل ذلك والمناقشة والوصول إلى يعني مواقف من جميع المؤسسات والمحامين في العالم الذين سيحضرون هذا المؤتمر ليقفوا مع قضايا الأمة العربية وقضايا العرب الكثيرة والمتعددة، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة العربية. شكرا لكم على استضافتكم بهذا اللقاء.